كمان عارفين مصطفى الزناري الحمد لله رجع للتدريبات الجماعيه، لكن بقرار من مستر جيجو ميز النهارده ما رضيش ان هو يشارك في يعني الماتش الودي بتاع فريق النصر، وفضل ان هو يعني يشتغل تدريبات فرديه كده حوالين الملعب وفي الجيم بعض الاجزاء من التدريبات، ممكن يكون بيخليه يستعد للماتش بعد بكره البنك الاهلي، عايز يديله جزء من المباراه. راجل كويس ان هو منسق الامور علشان يعني نحافظ على اي لعيب راجع لنا من اصابه. كنا عارفين برضو ان الزناري كان عنده مشكله في العضله الخلفيه، وكان في تنسيق مع مستر جواو ميجيل مخطط الاحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركه في الماتشات اللي جايه. ويمكن احنا مبسوطين هو عموما رجع للتدريبات الجماعيه، وان شاء الله نشوفه قريب. الزناري يمكن الفترات القليله اللي لعبها السنه دي الحقيقه كان ليه برضو بصمات وكان ليه تواجد، رغم ان كمان لعب ساعات في مركز مش مركزه، لكن خلاص ابتدى ياخد فورمه ماتشات نادي الزمالك، ابتدى يلبس تيشيرت نادي الزمالك وشخصيه نادي الزمالك. كمان لو رحنا لمنتخب مصر، كابتن حسام حسن بيعقد مؤتمر صحفيا بكره للحديث عن مواجهه مباراه بوركينا فاسو بكره الساعه 7 مساء ان شاء الله الاربع في مؤتمر صحفي. وكلنا عارفين ان انتظم في التدريبات 26 لاعب من منتخب مصر، خليني اقولهم لحضراتكم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان لحراس المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني واكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد لخط الدفاع، وخط الوسط مروان عطيه وحمدي فتحي ونبيل كوكا وامام عاشور واحمد سيد زيزو وناصر ماهر، وخط الهجوم نقدر نسميه ابراهيم عادل مصطفى فتحي تريزيجيه مصطفى محمد ومحمد الشامي واحمد امين أفة ومحمد شريف ومحمد صلاح. كلنا عارفين ماتشين مهمين جدا نبداهم، ماتش يوم الخميس على طول بعد بكره مع بوركينا فاسو، وبعديه باربع ايام ماتش غينيا بيساو طبعا ضمن تصفيات المجموعه الاولى. كنا عارفين ان احنا خدنا 6 نقاط من ماتش جيبوتي وماتش سيراليون، ان شاء الله ربنا لو كرمنا بالماتشين دول يعني بنسبه كبيره جدا نكون يعني قربنا وحسمنا تاهلنا بامر الله. وكل التوفيق لمنتخبنا المصري بقياده طبعا التوام كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن، ونشوف شكل متميز الفترة الجاية للمنتخب. كمان مران كان يعني ان شاء الله في مران يعني مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة، ده هيكون بكرة ان شاء الله علشان يعني يكون فرصة للإعلام وكل اللي عايز بقى يعني يشوف أخباره أو يصور أو يعني يبقى فيه لقاء مفتوح. بروتوكول مهم وتنسيق مهم جدا ما بين المنتخب وتدريب المنتخب، عشان برضو يعني خلينا منتهى الأمانة دايما أي معسكر وأي مدير فني بيبقى عايز يقفل على لعيبته، خاصة لما يكون عندهم ماتشين كبار مهمين زي تصفيات كأس العالم، بيبقى بقدر الإمكان بتحاول تعزل اللعيب عن أي ضغوط، لكن برضو ما بنأثرش على شغل الإعلام وفرصة إن أنت تحاول يعني تنقل الصورة تديهم وقت كده كافي، بتبقى برضو أنت عندك حاجات كده فيها خصوصية مغلقة عايز الناس تركز. فيعني هيبقى في ربع ساعة بس مسموح للإعلام إن هو يعني يتناول كل اللي هو عايز يشوفه، سواء صور بقى سواء بعض الكلمات طبعا بعد المؤتمر الصحفي، ويبدأ بقى القفل أكتر على اللعيبة عشان التركيز زي ما قلت لحضراتكم. يمكن هي دي أهم الأخبار وكل الأخبار اللي موجودة معايا النهاردة.